خالد، يعني منظمة التجارة هي منظمة دولية تضم في عضويتها ما يقارب 164 دولة. مهمتها الأساسية هي ضمان انسياب التجارة البينية بين الدول الأعضاء في المنظمة، وطبعا تتمتع بالعديد من المزايا، ولكن الجدير بالذكر أنه المنظمة هذه هي المنظمة الوحيدة الدولية المعنية بالقوانين والسياسات ذات العلاقة بالتجارة. لعل يمكن أبرز مزايا المنظمة بشكل عام هي تزيد فرص النفاذ لتجارة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، كذلك تتيح آليات لتسوية النزاعات بين الدول الأعضاء في المنظمة، وكذلك تشمل على بعض الآليات الخاصة بحماية الأسواق من الممارسات الضارة في التجارة الدولية مثل. لعل آخر هو مهم جدا للعديد من القطاع الخاص والدول، اللي تتيح طبعا قدرة على التنبؤ من خلال الإفصاحات والإخطارات، قدرة على التنبؤ بالمتغيرات في السياسات التجارية لدى الدول. جيد، اليوم هناك من يرى بأن المنظمة تعيش أوقات صعبة، واستدلوا على استقالة المدير الحالي للمنظمة قبل نهاية فترة تولي، يعني وتحديات كبيرة أيضا كانت السبب الرئيسي ربما في اتخاذه لهذا القرار، مع أنه الآخرون قالوا بأنه يتأهب ل يعني الانتخابات في بلاده كرئيس للدولة، لكن الواقع الحالي يقول بأن المنظمة تعيش أوقات صعبة. هذه الاستقالة أليست دلالة على فشل أو وجود صعوبات كبيرة الآن يستحيل التعامل معها من قبل أي مدير جديد لها؟ يعني بداية استقالته طبعا حسب ما التصريح الرسمي اللي ورد لنا في لأسباب عائلية ولم يذكر شيء آخر، لكن بلا شك يعني اليوم احنا كأعضاء في منظمة التجارة العالمية والمجتمع الدولي كله على اطلاع بأنه النظام التجاري متعدد الأطراف، وكذلك منظمة التجارة يعني يمكن معروفة لدى الأعضاء، لكن لعلي أستعرض يعني أبرزها بشكل عام. اليوم في يعني اختلاف وجهات النظر بين الدول الأعضاء حيال المفاهيم والمبادئ الأساسية للمنظمة، وهذا بلا شك طبعا أدى إلى يعني وجود تباعد في المواقف حيال الموضوعات والسياسات التجارية في المنظمة، وبالتالي يصعب الوصول إلى يعني موقف موحد متفق عليه حيال مستقبل المنظمة. الجانب كذلك يعني اليوم هي ما هي موضوع جديد، ونعتقد خلال السنوات الأخيرة وجدنا في تحديات كثيرة في سير المفاوضات، ويعني وفي توجه بعض الدول في اتخاذ العديد من الإجراءات وانتقالها صراحة يعني من العولمة والانفتاح إلى اتخاذ إجراءات وتدابير والتوجه إلى الجانب الإقليمي والثنائي، وبعضها يصل إلى الحمائي، واللي وخاصة ظهر مؤخرا مع جائحة كورونا. ولكن أعتقد هذا أدى بشكل كبير إلى وجود يعني تحدي كبير، وكذلك وصل إلى اتجاه. لماذا المملكة العربية السعودية مهتمة بهذا المنصب، منصب مدير عام المنظمة، منظمة التجارة العالمية؟ رفعت اسم مرشحها يعني قبل ساعات من قليلة من إغلاق باب الترشيح. الكثير من الخبراء يرون بأن التنافس صعب سيكون بين المرشحين الستة أو سبعة تقريبا، بالإضافة إلى معالي محمد التويجري. والله نعتقد هم طبعا الان سبع مرشحين بالاضافه الى معالي المستشار محمد التويجري، فالان ثمانيه مرشحين من مختلف الدول من بينهم سيدتين. انا اعتقد اليوم يعني المملكه ترشيحها لمنصب مدير عام، هذا يؤكد على دور المملكه القيادي في ودورها، وتاكيد على موقفها في تعزيز دور النظام متعدد الاطراف من خلال منظمة التجارة العالمية فاعلة وتخدم ويكون عندها القدرة لمواكبة يعني المتغيرات الاقتصادية. هذا الجانب الأول. كذلك دعم للنظام من خلال ترسيخ مبدأ الحوار الموسع بين الدول الأعضاء والاستناد على قانون يعني ثابت وقائم مبني على المصالح المشتركة. والمملكة طبعا يعني قيادي ومحوري في المنظمة، هي تقود عدد من اللجان، يعني تقود المجموعة الآسيوية للدول النامية في عام 2013، كذلك كانت رئيس للمجموعة جمع مجلس دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016، وخلال السبع سنوات المتتالية من 2017 إلى 2013 إلى اليوم المملكة ترأس المجموعة العربية في المنظمة.